بعد وزنها وتنظيفها يجري تصدير 22 مليون بصلة من هذه الصالة في جورجيا إلى العالم الكبير والزبائن في أوروبا. هناك يتم استخلاص أزهار اللبن الأكثر مبيعاً، لكن لا يكاد أحد في أوروبا يعرف مصدر هذه الأزهار الرقيقة. أزهار رقيقة وهشة، إنها أزهار اللبن، أول ما يزهر في فصل الربيع بعد الشتاء الطويل في القوقاز. يراها الكثير من الجورجيين أكثر من مجرد نباتات جميلة. كاتونا جاكيلي تكسب رزقها منها، أو بالأحرى من بصيلاتها خلال الفترة من مارس حتى مايو. موسم أزهار اللبن لا يتجاوز 3 أشهر في العام. يتطلب عملي الكثير من الجهد البدني، لا أريد القول إن عملي يدمر صحتي، لكنه مرهق. قطف بصيلات أزهار اللبن عمل يدوي مضمن. ظهري يؤلمني، فأنا أعمل طوال اليوم منحنية ومعي الفأس، لكني أقوم بهذا العمل بكل سرور لتأمين حياة أفضل لأطفالي. تنمو أزهار اللبن البرية تحت ظلال المنحدرات الخصبة للقوقاز الصغير في غرب جورجيا بالقرب من مدينة باتومي على البحر الأسود. منطقة القوقاز الصغرى جميلة لكنها فقيرة، ولذلك يعتبر بيع بصيلات أزهار اللبن مصدر رزق جيد لكاتونا جاكيلي وزملائها. يبدو الطلب ضخماً، فهولندا وهي من أكبر موردي الزهور في العالم تستورد 22 مليون بصيلة زهرة لبن من جورجيا. هذه الزهرة من الأنواع النباتية المحمية في كل أوروبا تقريباً باستثناء هذه المنطقة، وهذا يتطلب التوفيق بين حماية موطن هذه الزهرة وبيعها والعيش منها. هذه الزهرة الجميلة تجلب لنا البهجة منذ قرون. هدفنا الرئيسي هو المحافظة على موطنها هنا وزيادة أعدادها. لتحقيق هذا الهدف يتعين فحص المناطق التي تنمو فيها وتوسيع رقعتها، وأن نقتصد في قطفها لأجل حمايتها. هذا يتيح لنا تلبية طلبات السوق وكذلك حماية الزهور من الانقراض، وهذان جانبان في غاية الأهمية. استراحة قبل مواصلة العمل. العاملون في قطف أزهار اللبن سعداء بعودتهم إلى العمل من جديد، فبسبب جائحة كورونا اضطروا إلى البقاء في منازلهم، مما تسبب في إفلاس كثيرين. لكن في العام الماضي رفعت القيود المتعلقة بالجائحة، واستطاع الجورجيون منذ ذلك الوقت تأمين عيشهم من العمل من قطف الأزهار البرية. أنا أعمل على هذا التل كل يوم تقريباً. يمكنني اختيار ساعات عملي بنفسي. أحياناً أمضي اليوم كله هنا، ويعتمد هذا على مدى انشغالي بأعمال المنزل. أفراد عائلتي كلهم يعملون معي غالباً. العمل في قطف أزهار اللبن هو مصدر الدخل الوحيد للكثيرين هنا. البعض يزرعها في حدائق منازلهم الخاصة ليحضروها لاحقاً إلى شركة لديها تواصل تجاري مع هولندا. هنا يتم وزن البصيلات وفرزها حسب الحجم. بعدها ينبغي غرسها في الأرض خلال 3 أشهر، وإلا فسوف تجف ويذهب كل العمل هباءً. مامولي واحد من 3 تجار فقط في جورجيا لديهم ترخيص لتصدير بصيلات أزهار اللبن من جورجيا إلى أوروبا.
في صالة كبيرة تنظف زهوره وتخزن مؤقتاً، الرئيس يشارك في العمل بنفسه. يصدر مامولي نحو 13 مليون بصلة سنوياً، مصدر ثلثها تقريباً من الجبال، أما الباقي فيحصل عليه من مزارعي المنطقة. تجارة أزهار اللبن مهمة لغرب جورجيا، ووفقاً للتقديرات يصل معدل البطالة في الريف إلى 40%، ولا يوجد عمل إلا في أشهر الربيع. يستطيع مامولي توظيف مئات العمال الموسميين هناك. يعمل هنا في المصنع 20 موظفاً، من بينهم حارس أمن ومحاسب وعالم نباتات. عندما نجهز منتجنا للتصدير أؤمن لهؤلاء وظائف مؤقتة. كما نستخدم أراضي العديد من العائلة هنا، ويستفيد حوالي 80 شخصاً. فالعائلات كبيرة في هذه المنطقة من جورجيا. كما نوظف أكثر من 500 شخص من السكان لقطف الزهور. في أوروبا تقدر قيمة زهور الربيع الجورجية بالملايين، ويشارك البريطانيون الهولنديين شغفهم بهذه الزهور، حيث تنظم معارض وجولات خاصة لها. في مزاد علني قبل 10 سنوات بيعت نبتة صغيرة مقابل 860 يورو. بالنسبة لعالم النبات إيليا الذي نشأ بين أزهار اللبن، يصعب تصديق هوس الأوروبيين بها. فالزهور ذات القيمة العالية في الغرب هي زهور شائعة بالنسبة للجورجيين كالهندباء والبابونج، وهو يرفض الاتهام بأن الزهور يتم قطفها بشكل مفرط. لقد أتت لجان متعددة لحماية الحياة البرية إلى هنا، وتلقينا ردود فعل إيجابية منهم. لقد تضاعف عدد أزهار اللبن في بعض المناطق. في منطقة كولو على بعد حوالي 40 كيلومترا من هنا، جربنا زراعة بعضها وتفاجأنا بالنتيجة. نعتقد أن لهذا علاقة بالاحتباس الحراري. مع تغير المناخ المحلي يمكن للزهرة أن تهاجر من منطقة إلى أخرى. وهذا ما تفعله كاتونا وفريق قطف أزهار اللبن الخاص بها. ينتقلون من مكان إلى آخر أثناء حصاد البصيلات المربحة. القراص والثعابين تجعل العمل صعباً هنا على المنحدرات شديد الانحدار في منطقة القوقاز الصغرى. عملها ينتهي في وقت متأخر من بعد الظهر، لكنها لحسن الحظ تعيش في مكان قريب. قريتها تتكون من بضعة منازل وأبقار ودواجن. يكاد الناس هنا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي. كاتونا تصنع الجبن والنبيذ أيضاً. تعيش في منزل مع 6 آخرين، مع زوجها وابنتيها وبعض الأقارب، ويتشاركون مهام الطبخ. كاتشابوري خبز جورجي بالجبن لا تخلو مائدة طعام منه. كاتونا وعائلتها تخبزه بكل حب.
جورجيا الجمهورية السوفيتية السابقة أصبحت بلداً مستقلاً منذ عام 1991. قلة من الناس هنا تعيش في رخاء، لكن الجورجيين وخاصة هنا في الجبال يعيشون بشكل متواضع. ما يهمهم هو العيش بسلام، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل الناس هنا يشعرون بالخطر. كل ما أفعله هو لأولادي، آمل أن يتمكنوا من الحصول على تعليم جيد. نحن نفعل ما في وسعنا لدعمهم. أريد أن يعيشوا في جورجيا مزدهرة وموحدة. نرى ما يحدث في أوكرانيا، أشعر بالأسى الشديد تجاههم. الأبرياء يقتلون، والكثير من الأهل فقدوا أطفالهم. لا يجب أن يختبر أطفالنا هذا. أحياناً أتساءل ماذا لو اندلعت الحرب في بلادنا أيضاً؟ ماذا سنفعل؟ أدعو الله أن نتمكن جميعاً من العيش بسلام. جورجيا مسالمة ومزدهرة، هذا ما تشرب نخبه كاتونا وعائلتها وأصدقاؤها وزملاؤها بعد يوم عمل شاق على المنحدرات في القوقاز الصغرى، حيث تزودهم الأزهار التي تبشر بقدوم الربيع كل عام بالقليل مما يعتشون منه.